أخيرا جه اليوم الفري من ساعة ما دخل اللعيبة المعسكر والتزموا بالنظام الغذائي، وعشان كده قررنا نكافئهم بأكلة سمك حلوة من إيد الشيف محمد الشامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محمد الشامي بيحدثكم في نشاط جديد وغريب عليا. وبما ان انتوا عارفين ان انا رياضي عشان لابس جزمة كوتشي مش اكتر من كده، النهارده جايين بقى عند كابيتانو مصر. الشباب بقى بعد ما ربنا اكرمهم بقى واختاروهم ويعني تأهيل ابطال جديدة للمصريين، قال لك اليوم الفري، كنت عايز فري قوي بقى واجيب لهم عكاوي وكوارع وكده، فزغروا لي هنا فجبنا سمك، فهنأكلهم سمك وتعالوا بقى نشوف ايه يعني ايه ربنا معاهم. النهارده احنا موجودين في المطبخ وعندنا واحده من اكتر الاكتيفيتيز اللي انا بحبها، منورنا النهارده في كابيتانو مصر الموسم الثاني الشيف محمد الشامي صاحب مشروع وبيج شوحه. ازيك يا شيف، عامل ايه؟ ازيك يا ريان، منور الدنيا، مبسوطين جدا انت موجود معانا النهارده. السمك دايما فكره حلوه، السمك يعتبر من احسن الاكل اللي ممكن تاكليه الصحي يعني. ايه رايك نبدا وتقول لنا احنا هنعمل ايه؟ هنعمل سمك بوري في الفرن مع البطاطس والبصل بالطريقه العاديه خالص بتاعتنا البلدي دي. هنعمل بقى التتبيله بتاعت السمك الاول، نجهزها وبعد كده نبدا نتبل السمك. طبعا لما قالوا لي النهارده اليوم الفري حاولت اعمل لهم فري على الاخر، بعدين قعدت افكر قلت لا ممكن اعمل برده حاجه تكون مفيده للشباب ويكون برده طعمها ظريف. كده احنا خلصت تتبيل السمك. اوكي هنحطه بقى في الصاج. هنجيب بقى الصاج، حطها في الفرن. هتقعد بالظبط في الفرن حوالي يعني خلينا نقول 25 دقيقة ونيجي نعمل الرز. يلا بينا. انا جاهز. احلى صوت. دلوقتي خلاص اهو الشيف محمد جايب السمك. ايه رايك؟ ايه الموضوع ده؟ ده تحفه تحفه تحفه. عامه الولاد جاهزين بقى نبدا نعمل يلا سيرفنج. يلا رجاله. ودلوقتي الاكل جاهز وشوحه بدا يوزع السمك على اللعيبه. أخصائية التغذية العلاجية رضوى نبيل حضرت مع اللعيبة عشان تتأكد إن خطة النظام الغذائي مش هتتأثر باليوم اللي هياكلوا فيه براحتهم. عايزاكي بقى انتي تقولي لنا أكتر عن أكلة زي دي وفوائد السمك اللي طول الوقت بنسمع عنه بالنسبة للعموم لأي بني آدم، ما بالك بقى بالرياضيين. بصي، هو السمك فيه أحماض أمينية جسمي ما بيعرفش إيه يصنعها. أوكي. فمهم جدا إن الرياضي ياخد من الأحماض الأمينية. الدكتور رحبت بفكرة السمك لأنها فعلا أكل صحي، حاجة واحدة بس وقفت عندها. شيف شامي طبعا حط التاتش بتاعه وحط لي توم. حتة التوم دي أنا مش هقدر أحطها في أي يوم غير النهاردة. النهاردة أكلة السمك كانت جميلة، جمالها إن الشيف محمد الشامي بمهارته خلانا ناكل الأكل الصحي ونستطعمه، كمان حطينا كل العناصر اللي أنا محتاجاها للرياضي، ومهم جداً إن الرياضي يبقى عارف النشويات هتبقى جزء أصيل من كل الوجبات بتاعته سواء فطار، غدا، وعشاء. كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة بقى، معلش، هل حتى اليوم الفري لازم برضو هاكل ايه ومش هاكل ايه؟ وبعدين انا سامعة مؤخرا ان هو مش يوم فري، ان هي وجبة فري. اصلا؟ ايوه بيقولوا كده. وجبة؟ هي وجبة. شوحها شكله اتصدم لما عرف انها وجبة فري مش يوم فري من اوله لاخره. معلش يا شيف، احنا كمان اتفاجئنا. احنا انبسطنا قوي بوجودك يا شيف محمد الشامي. مش محتاجين نقول اللعيبة اتبسطوا قد ايه من وجبة السمك، وده باين عليهم من غير كلام. احب اقول للاولاد اللي هم عاملينه حاجه كويسه جدا، ربنا يكرمهم وربنا معاهم ان شاء الله باذن الله. واهم حاجه ياخدوا بالهم بقى من اكلهم، فاليوم الفري بس كفايه عندنا وبقيه الاسبوع نمشي مظبوط وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. ملعب كابيتانو مصر هيشهد النهارده ثالث مباراه في دور الثمانيه، مباريات خروج المغلوب ما بين اول المجموعه الثانيه فريق شحته بقياده الكابتن محمد اليماني، ورابع المجموعه الاولى فريق محمود بكر
بقيادة كابتن أحمد الكاس. لقاء الفايز فيها يتأهل لقبل النهائي، أما الفريق اللي هيخسر فهيودع منافسات كابيتانو مصر. من جنب واشتغل، من جنب واشتغل، يلا ايوه كده جنب واشتغل احسن. يلا هادي 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 بالظبط، ماشي. هايل ده، هايل الحنجره دي. هبص من هنا وهجري خفيف من هنا، اهو ببص خفيف بجري خفيف، اهو بالجنب 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 والف وارجع واحده كده. نروح حنجله اهي، حنجله حنجله حنجله، مش ورا بعض. اطلع وسبرنت، اطلع اطلع. بص 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 يلا. بص يلا بص 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 يلا يلا تعال يلا تعال العب في نص هنا. هوب يلا هوب، اعمل لنا شوت بقى، يلا اعمل له اوفر، اعمل اوفر، اعمل اوفر، حط لنا حط لنا يا ولد. بص ممكن اعمل كده، اهو 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 اهو. العب العب يا ابني يا حبيبي، انا الكره من هنا جايه لي، انت في قلب الجون. بص يلا بص 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 يلا يلا تعال يلا تعال. بس بس كويس بس كويس بس كويس يا رجاله. يا جماعه اليميني بيزعق بس بيزعق بس ومحدش عارف يسكته، بس انا عرفت مين. انا لقيت جمال حمزه الجيمي. الجيمي هو اللي هيقدر عليه صح؟ لا احنا ليه زعق جامد جدا وبيكسب. ايوه المشكله انه بيكسب، كسب البطوله وكسب كل الماتشات ما شاء الله لغايه دلوقتي. فعلا بص عمال يزعق العيال ازاي. هل ده يا ابني؟ بالراحه حبيبي بالراحه. انت مصفر يا جيمي، ازيك يا جيمي؟ راحه الزعيق يا جيمي حبيبي. اخبارك ايه؟ تعالوا رجاله تعالوا رجاله، ازيكم يا اولاد؟ يا جماعه والله العظيم كان رفيع قوي وكان بيعدي من اي حد، اقسم بالله كان بيعدي من اي حد. المشكله لسه شفته حد. لسه بقول له ان انت بتكسب، ما دي غريبه. اه والله العظيم غريب، بقول لهم غريب اكيد هم ما بيسمعوش كلامك. دي اول حاجه فاهم، بس هم مش هنكسب حاجه ثانيه. هي دي محاضره النهارده. هو يا جماعه سمعتوا؟ ما بيسمعوش كلام الكابتن يماني يقوله، نعمل عكسه. بس بس هو ده، ويبقى حد يلعب النهارده. انت بقى واقف قدامكم دلوقتي يعني السترايكر الاساسي والفيرود اللي جنبه اللي جابه برونزيه العالم. ده كان جامد قوي يا جماعه، دي الميداليا الوحيده. لا لا بجد والله، الله يرحمه الله يرحمه. لا 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 ده بجد، ده كان جامد جدا يعني. احنا كنا بنعمل يعني حاجات، بس في الاخر اللي بيترجم الشغل بتاعنا ده كله هو اليماني بصراحه. ف لا لا سيب الكلام يعني ده والله. لا والله بجد، لا هو لا لا ماشي. شوف اللي ده شيتوس، كل واحد بيعمل شيتوس، بيعمل الدور بتاعه. بتاع شيتوس رحت مرقص كده على طاله. لا هو قال لي، انت قلت لي قبل كده، قلت لي احرف واحد شفته بيلعب كوره في مصر. ابو العلا سهوله في الاختراق، والثاني والثاني الجميل، والثاني الجميل، والثاني الجميل من جمال حمزه. عبد الحليم مره ثانيه وعايز يشوط، وكونتشيتي والمتابعه بقى المره دي، والثاني الثاني 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 الهدف الثاني. صوره كربونيه من التسديده الاولانيه، المره دي المتابعه الرائعه من جمال حمزه. هجمة في منتهى الخطورة، والهدف الثاني والهدف الثاني جمال حمزة. وطارق بيلعب حر، طارق وعلى حساب حسن. يا جمال الهدف دوت، يا جمال. واعتقد انه جمال حمزة بيلعب الكرة بالعرض، وحلوة حلوة حلوة حلوة، 10 على 10 من جمال حمزة. عندكم ماتش جامد، ربنا يستر جيم والله. يلا ربنا معاك احمد الكاس. انا بصراحه بتحرج العب قدامه، بس السيزون اللي فات حركته وكسبته، فمش عارف والله، ربنا يستر. انت طيب. مكتسح الحمد لله. مكتسح. تعالوا نروح لكابتن كاسو. اتفضل يلا بينا، يلا بينا نروح لكابتن كاسو. يلا رجاله، لمسه ولعبه الاول. احسن لمسه ولعبه على مهلك، استلم في مكانك. مومو ايه كاس شكله النهارده؟ ايه كاسو شكله كده النهارده؟ مجهز لك حياه كبيره. مركز مركز، انت هتكسب اي حاجه. حد بيركز معاك انت مدير فني. ما شاء الله يعني، ما شاء الله معاك جوهره مصر يعني. انا برضه كده. هلا اولاد حبيبي يا كاسو.
ده انت اللي جوهره مصر كلها يا كابتن. سلموا اولاد يا كابتن جمال. ازيكم عاملين ايه؟ سلام. احنا واحنا واقفين كده يعني يعني بجد والله ده شرف لينا. صوره يا جماعه صوره. اه والله يا مان انت على طول بتهزر كده. انت حبيبي كده بيهزر على طول. واخد مني مفيش حاجه ولا ايه؟ كان بيعمل ده واخد خمس كور. ايه 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 جمالك معايا خد يا والله. ايه ايه والله مش ماشي متشكرين. هديه مقبوله وان شاء الله ربنا. واقف معاه هناك لقيته عمال يزعق فبقول له انت يعني اكيد الولاد بيعملوا عكس اللي انت بتقوله عشان كده بيكسب. هتخسر امتى يا مان؟ هخسر النهارده يا كابتن. هتخسر امتى؟ انا بحب الكابتن احمد الكاس. الموسم الاولاني هزيمه. عايز اقول لك على حاجه، الموسم اللي فات برضك قال لك انا هخسر كل ماتش. يقول لك انا هخسر. انا معايا فرقه ده ما شاء الله يعني بينيم. احنا بنشوف ونقول ما شاء الله. الله يعني مش بنحسده، بنقول ما شاء الله. بس ما يعني ما تزعلش مني، ما مش هقدر اشجعك ولا انا والله. والله ولا انا يعني مش هقدر اروح معاك. اروح معاك انا بحبه يا جمال. اعمل ايه؟ ربنا طبعا الكلام ده ما ينطبقش عليك انت خالص. انت اللي هيشجع هيعمل حاجه النهارده خلي باله بقى. فربنا يوفقك ان شاء الله يا اولاد وتقدموا لنا مباراه كده جميله ونستمتع بيكم ان شاء الله. ان شاء الله. بس طبعا قبل ما نروح بقى للمباراه الجميله والمنافسه الحلوه والمهارات العاليه هنعمل ايه؟ في تحدي. الله انت عارف اهو. فنروح على التحدي عشان نعرف جمال حمزه هيكون مع انهي فرقه قبل المحاضره. انا عارفك عايز تروح للكاسو. طبعا انا موافق والله. انا معاك بس تعالوا معايا والله. يلا 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 بينا. يلا بينا حبيبي. يلا حبيبي كابتن. تحدي كلير النهارده هو تحدي مهاجم ضد مدافع وحارس مرمى. في خمس كور يعني خمس محاولات، وعلى المهاجم ان هو يسجل بلمسه واحده بس للكوره. يعني ايه؟ يعني نطلب من جمال. اتفضل يا جيمي عشان نعمل نموذج. نموذج احنا النموذج هنا. خلي بالك ما تزعلش. انا المدافع وانت المهاجم. انت هتتحرك يمين وشمال. خلي بالك ولما تلمس كوره تلمسها مره تحاول تجيبها في الجول. انا اللي بختار الكوره ولا مين؟ انت اللي بتختارها. عمور يعني إيه؟ تجري. مش في جون؟ مش هقف. محتاج جون. مش هقف. انا والله مش هقف. محتاج جون. كاسو كلامه ما ينزلش الارض ابدا ابدا. ما بيصدش خلي بالك. محتاج جون ما بيصدش. اوعى تصد. انت هتقفل هتيجي من الناحيه الثانيه والله. انت هتعمل ايوه. ايه يا ماما؟ ده لسه ما قامش. انا قرب الكوره شويه. يا ولد يا اعمل ايه طيب؟ هايل. انت بتتهرجوا يا ماني. ما شاء الله 4 4. افضل وقت لك اهو. يا ولد ايه الجمال ده؟ طبعا المشكله ما كانتش في الدفاع زي ما واضح. المشكله كانت في حراسه المرمى. بس ما علينا. طبعا اختار لنا يا مومو ثلاث لعيبه. عايز مهاجم مدافع حارس مرمى، وكاسو مهاجم مدافع حارس مرمى. اختار. يلا ابراهيم حارس مرمى. يلا تعالى يا ابراهيم. محمد عماد. تعالى يا محمد. تعالى مومو. بلال حارس. محمد حسين. تعالى حسين. هو محمد فوق شويه بقى. يلا طيب مين اللي هيبدا؟ لا كابتن كاس. طبعا كاس هيهاجم الاول ولا الدفاع الاول؟ هيهاجم الاول. انا بحبك. هيهاجم الاول. هتكسب والله. 3 2 1 جو. ولا انت على طول بقى ما تستناش. ولا بلا ليل ما تستناش. لا 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 لا. بس كده قفلت 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 صح كده. راجل يلا راجل. اشتغل باليمين كمان. المشكله لا ما هو بيقرب. الله كويس. ايوه كده كويس كويس. اثنين ركز هنا على اخوانا. لا ارجع اقف قدامنا شويه. لا ارجع بس كده خلصانة. انا نقعد اقف قدامنا. ثري تو ون. ماشي ماشي شغال شغال. ولا يهمك بقى. الله اكبر. ماشي كمل بسرعه. خد انت مالكش دعوه. الله يا ابني. الله يا ولد 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 يا ولد. ادي كده بعد حاله التعادل انا ظبطت ثلاث كور، والتاي بريك هيكون المدربين ضد حراس المرمى. بس كده هو ده. اتفضل يا ماني. اتفضل يا كاسو. ده بيشمر. ابتدى يشمر. العب سهل عشان ما عملش تاكلينج. لا انا بلعب السهل على طول. اعمل تاكلينج. انا بقول الله يا كاسو. ادي واحد ادي واحد. لا ما هو لازم يرجع. ارجع. لا 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 ل
لا يرجع خطوة. يرجع خطوة. لو سمعت يا كابتن يماني شوية. سنة بس هو يا عم سنة. شوية شوية يا كابتن يماني. بس صدر أنا. العب التالتة كاسر. أنا مشيت على الجون بتاعي. أنا كسبان خلاص الركلة تنزل في الرياضة. مشيت على الجون بتاعي. العب 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 العب. وبعدين مش أنت تقول. يلا. حلو. ثلاثة. بس كده ثلاثة. أنا كسبان. شكرا. أنا أبيض. يعني كسب من غير ما يلعب برضه وهكذا بعد نرجع للتحكيم النزيه بقياده جمال حمزه مين اللي فاز؟ اليماني اليماني للاسف يا يماني مبروك يا يماني مبروك يا يماني مبروك يا يماني الفوز بصراحه اداره تعبت فيها هارد لك يا كاسو معلش لا 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 تعبت والله انا مبسوط لك مبروك للاسف هتكسب هناك ان شاء الله ان شاء الله يبقى جمال حمزه مع اليماني وكابتن احمد الكاس نروح على ملعب المباراه طبعا انتوا يعني برضو معاكم مدرب محترم عنده خبرات كبيره لازم اسمع كلامه اعرف التعليمات اللي مطلوبه مني بالظبط دي حاجات مهمه جدا في الكوره كل واحد ليه دور اللي بيأثر في الدور بتاعه بيأثر على الفرقه كلها احنا 11 لعيب نلعب لعبه جماعيه فلو واحد بس ممكن يبقى مش في مستواه في المباراه ممكن يأثر على العشرة الباقيين وممكن واحد بس يخسرني وممكن واحد يبقى يكسبني تغييره ممكن تقلب الدنيا ممكن ينزل في حد في خمس دقايق يخلص الماتش زي ما حصل معاك السنه اللي فاتت بالظبط اللي جاب لك البطوله حازم الفرويد حازم ما كانش بيلعب ونزل من على الدكه وجاب لك الجول بس هو اصلا كان اساسي في الاول اساسي بس اتدلع في الاخر بالظبط رحت خاطفه نزل بقى كاشو الثاني كسبنا نزل فيها هو ده شفتوا الحلقه بتاعت الفاينل السنه اللي فاتت نزل من على الدكه بس كان نازل مركز بس هو ده بقى يبقى الكل لازم يركز مش اللي بيلعبوا بس لا اللي بره كمان ده اللي بره لازم يركز اكتر لان هو بيبقى شايف حاجات معينه اللي زمايله بيعملوها ممكن يبقى فيه اخطاء زمايله بيعملوها فهو لما ينزل ما يعملش نفس الاخطاء يبقى هو بقى مركز عشان لما ينزل يعمل حاجه مختلفه كل دي خبرات هتكتسبوها مع الوقت ان شاء الله عندكم ماتش مهم جدا وبعدين عايزين نعرف مين التشكيله اللي هتبدا فعلا اليماني طبعا معروفه الطريقه اللي بيعرف فيها مين 11 اللي هيبدا بيعملوا حل لهم 3 2 1 يماني نمبر 1 دول اللي هيبداوا خلاص اتحرك دول اللي هيلعبوا ده مش هيلعب اللي بينط دول مش هيلعبوا اللي على اليمين مش هيلعبوا في 9 مش هيلعبوا ها جاهزين ولا ايه انت مش هتلعب يا ابني في ناس مش في ناس صوتها مش جاهزين ولا ايه يلا بينا على الماتش يلا رجاله توفيق يا اولاد الرجاله عندنا ماتش مهم احنا وصلنا دور الثمانيه دلوقتي الاول اي حد كان بيخسر بيمشي للعيبه احنا دلوقتي الفرقه كلها هتمشي النهارده ماتش اللي هو هيطلع الفرقه يدخلك تلعب دور الاربعه يعني هيخليك انك انت تطلع بره خالص في حاجات مميزه عند فريق كابتن احمد الكاس في اللعيب بتاعه رقم 10 في نقط ضعف عنده خط الخط ظهر عنده بيتضرب بسهوله لازم اكون عارف نقط القوه اللي موجوده في فرقه اليماني ونقط الضعف نمره واحد قوته هنا في الحته دي في نص الملعب بجانب الجناح اللي هنا ايسر عايزك تبقى راجل في الملعب راجل وبلعب لقدام ما بلعبش كوره عرضيه خالص الاضافه الكور الثابته بتاعتنا اللي احنا شغالين فيها سواء الكورنر او الكور الثابته اللي هي الفاولات اللي احنا بنعملها ان شاء الله باذن الله المجموعه دي كده اكتر ناس هتنجح اللعبه الثلاث دول هم اللي ايه كسبوني دايما اهو الحمل كله عليهم نقدر ان شاء الله نقدر حط بقى اطلع 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 بدل اعمل عجول يا نافان اشتغل جامد شويه اطلع يا عبد الله يا راجل صوت يا راجل وهي جايه يا راجل استعدادات اللعيبة مستمرة قبل لحظات من بداية اللقاء الحاسم في رحلة لقب كابيتانو مصر روح عالية واضحة على وشوش كل اللاعبين وإصرار على تقديم أقصى ما عندهم في أرض الملعب الرحيم دور الثمانية الكبار دور مفهوش هزار مين حيكمل المشوار فرقين لرمزين كبيرين كابتن محمود بكر وكابتن شحتة اللي بيقود فريق محمود بكر كابتن أحمد إكاز
الارض، واللي بيقود فريق شحتة حيكون اليماني. الماتش بحضور كابتن جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق. اسمع الكلام، ركز في الملعب، عايز رجاله في الملعب، خلاص يلا انزل يلا رجاله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. دور الثمانية الكبار، دور مفهوش هزار، مين حيكمل المشوار النهاردة في يوم جديد من أيام الكابيتانو لفريقين لرمزين كبيرين. طبعا اليماني معاه 9 نقاط بس عمال يقولي مش فارقة لأن الماتش ده خروج المغلوب. المباراة بدأت سريعة مع رغبة واضحة من الفرقتين لتسجيل هدف مبكر. مرة تانية عايز يعدي عمر حمدي سعادة، يلعب الكرة لكينو ابن أسوان، يلعب الكرة مرة تانية لمعاذ، معاذ بيجري يعمل سبرينت كويس قوي، علي محمد، علي 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 يلعب اول كره بنجاح. باص من كينو في نص الملعب، الكره توصل لمعاذ محمود اللي بيعمل ثرو ولا اروع لعلي محمد. علي بيقف على كورته وبيلمح تقدم حارس المرمى، هوب بيعمل كره لوب عالمي، هدف اول لفريق محمود بكر. يا ولد ابن الجيزه، كره عزيزه. قدر ان هو يستلمها ويعملها كانها لوب كده في الجون، كان شكلها كمان في الجميل جدا لدرجه ان جمال حمزه قال لي جون جميل جدا ورائع جدا، جون عالمي. الحارس كان متقدم شويه فهو لعبها بدقه جميله بصراحه، من الاهداف الرائعه اللي انا شفتها النهارده. انا عايز اشوف رياكشنك لما يجي فيه الجون. اهو جون والله جون. بقول له ننسى اشوف رياكشنك لما يجي في الجون، راح اديك الجون. ايه الحطه دي يا سيد؟ عشان بنهرج هنا. علي حط جول يتدرس في الكتب، جون عالمي. علي حط جول يتدرس في الكتب. معاذ هو ابن أسوان اللي دايما بيتحرك في كل مكان، فضل مساحة لعلي ابن الجيزة اللي كوره عزيزة. عادل تعمل ايه؟ اشتغل جامد شوية. عايزين عوض بقى دلوقتي مرة تانية. ولا يا عادي كويس قوي من الشمال، عايز يعمل هجمة سريعة، يلعب الكرة حلوة قوي على الأرض عند السيد محمود ابن الشرقية اللي عايز يعدي، لكن ياخد فاول من منطقة مهمة جدا. ضرب الكعب من اللاعب المهاري السيد محمود وتحرك رائع لتنفيذ 1-2. تدخل عنيف من مدافع فريق محمود بكر بيحسب بعدها الحكم فاول على حدود منطقة الجزاء. السيد محمود ولكن بره المرمى وبره الملعب، يلعب الكرة بره. محاولات فريق شحتة مستمرة لتعديل النتيجة لكن التسديدة بتعلى من السيد محمود. مرة تانية عند علي في نص الملعب اللي عايز يعدي لكن يتخلص منه الكرة كويس قوي، محمد دؤي ابن اسكندرية يلعب الكرة على الأرض المرة دي، عايز يعدي حلو قوي. السيد محمود ابن الشرقية يلعب الكرة على الأرض، حط بقى اللي عايز يشوط الكرة. بلال اخلص لكن يتدخل الدفاع وتروح. اطلع الكرة لقدام كابتن. فريق شحتة بيفرض سيطرته على اللقاء بعد ما تأخر بهدف، تمريرة بعد فنت رائع من السيد محمود لبلال أحمد اللي بيتأخر في التسديد على المرمى، كرة استحق عليها تعريف كابتن يمان لي. يا بلال بدل عمل الجول. رامي التماس، تغيير أحمد عزت،
وهيخرج محمد احمد ابن الاقصر. يا رفعت اطلع يا عبد الله. سعاده مره ثانيه يلعب الكره في اليمين، يعدي كويس قوي احمد عزت، يلعب الكره لقدام عند السيد محمود ابن الشرقيه، ابن الشرقيه، ابن الشرقيه، خطيره الكره دي من ابن الشرقيه يا راجل يا ولد. تمريره من اللاعب البديل احمد عزت للسيد محمود اللي بيستغل سرعته وبياخد قرار المرور من الناحيه اليمين ومجهود فردي بيخش جوه 18، لكن تسديده تمر بعرض الملعب. اصرار وعزيمه بتخلي اللاعب رجل الشوط الاول من المباراه. انت رفعت بتقابله راجل من قابله، لكن يعدي يا ولد يا ولد. مره ثانيه تروح نص الملعب، عايز يشوط من بعيد السيد محمود، لكن يتدخل الدفاع قدامه وتروح عند عزت اللي عايز يعدي. عزت يلعب الكره كويس قوي، ممكن يعمل خطوره، ممكن يعمل خطوره في الكوره. مره ثانيه في الشمال عند بلال اللي يلعب الكوره، ولكن ابن بورسعيد. محاولات مستمره من فريق شحته لتسجيل هدف التعادل، لكن ناقصها تركيز في اللمسه الاخيره. الماتش يعني في تكافؤ بعض الاوقات، فرقه اليماني دلوقتي ضغطه جامد جدا، عايزين يعوضوا الهدف اللي دخل فيهم. امسك الكوره، امسك الكوره. احمد عزت تروح منه عند محمد رضا، يلعب الكوره عند كينو، كينو ابن كومومبو يجري ورا الكوره، ولكن تطلع بره وبينتهي الشوط الاول. بينتهي الشوط الاول بتقدم محمود بكر بهدف اللي استحوذ فيه فريق شحته على الكوره وضيع فرص كتير لتعديل النتيجه. ما تستعجلش الجون والعب الكوره ما بين الثلاث خشبات. ليه عايز تجيب اصعب جون ممكن؟ انا مش عايز اجيب الجون والله. حطها ما بين الثلاث خشبات بس. حطها ما بين الثلاث خشبات. هروح الى صراحه قصيره ثم نعود ونلقاكم مع احداث الشوط الثاني. الكرة في مصر دايما من الحاجات اللي فيها جدال ودايما اختلاف في الرأي، ونادرا لما تلاقي اجماع على موهبة لعيب كرة والناس تختلف تتفق، بس لازم الموهبة دي ما ينفعش حد يفكر فيها مرتين. وضيفنا النهاردة اللي منورنا كان من جيل ذهبي مع منتخب الشباب وكمان في نادي الزمالك في سنوات طويلة جدا، عمل ارقام قياسية كبيرة جدا مع نادي الزمالك، الكابتن جمال حمزة. الكابتن جمال منور الدنيا، ربنا يخليك. كابتن عمور نورهان مساء الخير. انتوا اللي منورين، احنا موجودين مع بعض النهارده. انتوا اللي منورين وكابتن جمال منور الدنيا كالعاده. فكره اللعيب اللي هو بيقول لك بيلعب ماتشات قمه وبيلعب اهلي وزمالك، عشان بنشوف صفقات رايحه جايه، بس مش اي لعيب يقول لك ده عنده شخصيه ماتش اهلي وزمالك. دخله جامد قوي. دخلت جامد قوي. فارقامك وتاريخك في ماتشات القمه ماتشات كبيره. هل في سر فكره لعيب ماتشات قمه؟ لا هي مش سر، هي بس الموضوع انه من وانا صغير، وانا عندي 15 سنه بلعب ماتشات الزمالك والاهلي. فالرهبه دي ممكن تكون مش يعني راحت. الماتش طبعا بيبقى ليه اهميه كبيره جدا وجماهيريه كبيره جدا. من وانا صغير دايما بتفرج على ماتشات الزمالك والاهلي، قبليها دايما بيبقى فيه بيجيبوا الاهداف بتاعه الماتشات القديمه التاريخيه. فانا دايما كان في دماغي من وانا صغير انه الاجوان دي بس اللي بتتعاد. وفي نفس الوقت بقى طبعا الجمهور برضو بيبقى ليه عامل كبير، يعني الجمهور لما بيديك ثقه في نفسك وبيبقى دايما حاطط امل انه جمال بيبقى يعني بيبقى مؤثر في الماتشات المهمه، ماتشات القمه تحديدا. فدي يعني من الحاجات وفي نفس الوقت توفيق طبعا. اكيد يعني طبعا اكيد طبعاً. كنت مش تألق عادي برضو يعني الهداف التاريخي في ماتشات القمه للزمالك. كم جول؟ تمانية. تمانية. سبعة وواحد. سبعة وواحد. وبعدين ضد مين؟ ضد فطحلة الدفاع في الأهلي. لا كله كان شادي وعز وشايد وعماد وعصام الحضري. بتشوط بتير التبعيد وجول جميل مش معقول. وادي الكرة مشي كابولا وبول جمال حمزة ايه ده ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ يا جمالك يا جمالك يا جمالك يا جمالك يا جمال يا حمزه
يا جمالك يا جمال يا حمزه، يحطها ولا احلى، يحطها ولا احلى. طب كابتن جمال، سن 14 سنه ده بيبقى ساعات يعني حلم ان انت تبقى لعيب كوره موجود، بس في شويه تشتيت، وفي بقى لا ما تذاكر، لا ده مش هتوصل لحاجه. اه بتذاكر طبعا وبنجح، ومش بذاكر بس بنجح. انا لسه عايزه اصدق شويه يعني بذاكر عشان انجح بس يعني مش انما لا، موضوع التدريب ده حاجه يعني ما مقدسه، ما لهاش علاقه بالقصه دي يعني. في تدريب وفي ماتش وفي مواعيد وفي يعني لا، ما لهاش علاقه باللي هو لا مثلا ما ذاكرتش مش هتنزل التمرين وبتاع، لا ما يعني ما كانش عندنا الموضوع ده. لا طب انا عايز اسالك على حاجه معلش بالسيره بالمناسبه دي. انت دلوقتي وانت صغير وبعدين ناشئين زمالك وبعدين لعبت فيرست تيم وبعدين منتخب مصر وحققت البرونزيه التاريخيه والكلام ده كله، لو انت دلوقتي عايز تقول رساله لجمال حمزه الصغير، ممكن اكون انا ممكن من الناس اللي كانت بس بتعصب كتير، بتهور كتير، بتخش في مشاكل ملهاش لازمه. يعني اكيد في حاجات كتيره غلط، اكيد طبعا يعني اتمنى لو في حد فعلا يعني يكون بيستفاد من الجزئيه دي 100%، انه ما يدخلش في مثلا في مشاكل، ما يعملش حاجه ملهاش علاقه بالكوره، يعني دايما يبقى مركز في اطار الكوره بس. طيب النصايح، ويعني لو حبيت اسالك عن امام عاشور، وهو كان لعيب في الزمالك وانتقل للاهلي وسط ضجه كبيره جدا، اكيد في ضغط نفسي على اللاعب، احنا في زمن الاحتراف طبعا اكيد، ولكن لو انت بتنصح امام عاشور في الملعب في الفتره اللي جايه. لا، امام عاشور امكانياته الفنيه تؤهله ان هو لازم يفضل يلعب في التوب ليفل، انما هي النقله ضجه، انا يعني ما بشوفش ان النقله فيها ضجه، اللي او يعني الضجه انا شايفها اكبر من حجمها، لانه امام عاشور في الاخر لعب في الزمالك ايه سنتين ثلاثه يعني، ما بس كان معروف بانتمائه للزمالك، ملهاش علاقه بقى موضوع الانتماء ده، وان انت بتغير في حته ثانيه ده دلوقتي بقى عادي. ان انا بتكلم على امام عاشور نفسه، ما لعب في الزمالك 3 4 سنين يعني، مش يعني اعتقد ان هو هيلعب في الاهلي اكتر ما هيلعب في الزمالك، فمش شايف ان الموضوع يعني الموضوع واخد ضجه اكبر من حجمها. طب على سيره الاهلي وان الموضوع بسيط من وجهه نظرك، انا متاكده انت ليك صحاب كتير جدا اهلاويه، مين اقرب ناس بقى ليك من جيلك او حتى لو اجيال مختلفه؟ كتير، شيتوس وحسام غالي وتشوقي. تعملوا ايه بقى؟ ايه نظام الخروج دلوقتي؟ اكله حلوه ولا بلاي ستيشن ولا مصطبه؟ لا لا لا، الاكل اكل الاكل يا اما يا اكل يا اما خمازي. ليك في الطبيخ يعني؟ شوي انا حسيت شوي ايه بقى اللي جامد فيه؟ لا مش جامد يعني، مش مش هخليك مش هعتبرك بس يعني لا يعني بس بعمل حاجات مكرونات يعني مكرونات بعمل مثلا اللي هي اللي اسمها ايه، الكبده الاسكندراني دي انا بعملها كويس. حلوه صعبه دي. مش صعبه ولا حاجه، فيها صعبه، فيها نفس يعني فيها نفس، معرفش يعني. حد بيعملها يعني بس تطلع حلوه والله. وانت مستغرب يعني بتعجبني بصراحه. مش عارف ازاي. فلا دي من الحاجات اللي بعملها كويس يعني، دي المتخصص فيها يعني، لما نيجي نعمل سيبوا لي الطلعه، انا بقى اللي بتعامل بالظبط كده. طب بلسان كده اللعيبه الحريفه، عشان انت برضه كنت حريف قوي. انا لعبت مع جمال كمان خماسي كمان، وكان حاجه عقد. خماسي بحب الخماسي قوي من وانا صغير. لا 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 يعني لعب الشارع. بالظبط كده. وصعب قوي ان واحد ياخد لعب الشارع ده يطبقه في ال 11. صعبه قوي، تبقى صعبه. بس هل بقى فعلا اللعيب الحريف ما يبقاش مدرب؟ موضوع التدريب، انت اول ما بتخلص كوره بتقفل صفحه اللاعب وتبتدي صفحه المدرب. فصفحة المدرب دي لازم تبتديها من أول صفحة، ما فيهاش حاجة خالص. حلو قوي كده، صح. فلازم تتعلم، ولازم تاخد شهادات، لازم تاخد خبرات. بعد ما تعمل الحاجات دي خبرتك كلاعب بتزود 100% في الحتة دي 100%. بس إنما مش خبرتك كلاعب هي اللي بتبتدي بيها. حلو قوي كتاب المدرب. لا طبعا التاني اللي ما عندوش خبره لازم يشتغل اكتر علشان ما عندوش خبره اللعيب، علشان يعوض الخبره الناقصه. بالظبط كده. تعالى نروح نعمل سندوتشين كبده واحد. يلا بينا يلا بينا. شكرا يا مريهان ونوران. ميرسي نوران، ويلا بينا يلا بينا.
عايز من اول دقيقه ضغط من قدام، قافل الدنيا قدام. بص لو هلعب بالعشرة من قدام مش فارق معايا. ضيعتوا كذا فرصه، انتوا احسن. معاذ طلع له قدام، معاك الراجل هنا، ما ترجع معاه. بعد ما جبتوا الجون بقيتوا مش عارفين انتوا بتعملوا ايه. الكابتن جمال حمزه فروت نزل، بص نازل معاه تلت ساعه خلصانه اموت نفسي فيها. انت هو اللي احنا فيه ده، نزلت معاه اكيد في ظهره، مش هيقدر يلف. انت عايز تحطها صعبه، عايز تحطها في المقص، عايز وانت جاي من الجنب ترزع. انت لو بدل ما ترزعها الرزعه دي كلها حطبطت رجلك وبقيت تخش فتحه تخش. العب اللي تعرفه، واقف الكوره العب مع الناس. وانت عامل حاجه مالهاش فين؟ انت مش فيها حريف هنا، هنا الكلام ده قلنا هنا مفيش ناس خالص. بس هم على فكره يعني بعد ما دخل فيهم الجون بقوا كويسين. ايوه طبعا، لا مش اه يعني هم اخطر. هي دي المشكلة بقى، ان انت لما تبدا تتعاطف مع اللعيبه بتوع الفرقتين وعايز ده يكسب تروح تقول ده يكسب، وعايز تقول ده يكسب. ايوه صح، يقول لك انت بتشجعني يا كابتن جمال. انت بتشجع دول برضه. يلا يا رب نتفرج على الشوط الثاني. هنبدا الشوط الثاني على بركه الله في دور الثمانيه الكبار، ومين هيكمل المشوار. الشوط الاول انتهى 1-0 لصالح فريق احمد اكاس اللي بيقود الرمز الكبير لمحمود باك رحمه الله عليه. يلعب الكرة ويجنع عليها كويس قوي، وياخد الكرة من قدامه سيد محمود. سيد محمود في وسط الدفاع، عايز يلعب الكرة لقدام عند عادل، ولكن تروح وخطيرة العطاية، ولسه مش خطورة، لسه مش خطورة، والدفاع يتدخل. حلوة قوي قوي الشوطة دي. يبدا الشوط الثاني بضغط كبير من فريق شحده، محاوله جديده على المرمى، محمد دؤي بيلمح بطرف عينه تقدم الحارس ويلعب لوب متقن جدا، لكن العارضه بتعنده وبتشيل الكوره. كاميرا مدرجات رصدت وجود كابتن ساره حسنين وكابتن طارق السيد في محاوله ذكيه منهم لدراسه الفرقتين اللي ممكن ينافسوا واحد منهم في طريقهم للقب البطوله. تعال قرب، تعال قرب، اتحرك، عدى الكره يا ابني، العب مع الناس. بص مره واحده يلعب الكره عبد الرحمن، ولكن اتدخل كويس قوي في الكره اللي فاتت وتروح ما بين الاثنين، تتقطع الكره وتروح، ممكن يبقى في خطوره. بيكمل كويس قوي، بقول لحضراتكم في خطوره. ده ولد بخطورة، يجري بالكورة. عادل انفراد يا عادل، يا عادل عمل انفراد في المعادة في شبيد الكوم، ابن المنوفية عادل محمد عادل الشافعي. لا 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 لا، ولكن الدفاع اتدخل وتيجي هدف المرة دي. قلت في خطورة والكورة جاية، عمل خطورة في الصورة. يا عشان عزتي، عشان عزتي. لمسات مميزة لأحمد عزت على أرض الملعب بمجرد نزوله، تمريرة بلمسة حلوة منه للاعب عادل الشافعي اللي بينفرد وبيوصل للمرمى رغم مضايقة المدافع، لكنه بيغمزها حلوة على شمال الحارس علشان يسجل التعادل لفريق شحتة. نزل غير شكل المباراه خالص، يعني بصراحه يعني فاجئني، مستوى غير الماتشات اللي فاتت خالص. تغيير اليماني بنزول احمد عزت كان ليها تاثير سحري في العوده للقاء. احمد عزت عمل لي ثرو، انا طلعت اجري على الكوره، لقيت في اتنين مدافعين، انت كملت على الكوره وسقوا عديت خط ال 18 وشويه بعدين شوط. اتاخر فيها قوي، لو انت هيعملها كده هناك. وبعدين لما زق كمان زميله جنبه بالعرض. ايوه ولا عمل دي ولا عمل دي. ايوه عامل كده، هو شاط رجله وشاط الكوره. ياه 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 يا حلوه الكوره، الدفاع اتدخل وعمل خطوره. مره ثانيه ممكن يعمل سرعة عالية، لاعب مميز قوي السيد محمود. هجمة مرتدة، يروح في اليمين، يروح في اليمين، عايز يشوط، يلعب الكورة، بيخيّع يا راجل. شوط يا راجل وهي جاية يا راجل. يلا عمر شوط يلا. فرصة تسجيل هدف التقدم لفريق شحتة، اللاعب عمر هاني بدل ما يشوط فيرست تايم فضل إنه يرقص المدافع، لكنه بيقطعها منه. هيبقى في تغيير، هينزل احمد محمود ابن الاقصر وهيخرج عبد الله سليمان. هيلعب الاوت عبد الرحمن ابن عين، يلعب الكره
ويلعب الكره بلعب خطوره 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 خطوره. الدفاع يتدخل، الدفاع يتدخل ويمنع الخطوره. يا على الكره دي، يا على الكره دي، اتدخل في وقته. مرة تانية يا ولد، يا عزت يا ولد، يا ولد عزت يا ولد، يلا عمر بقى اجت اجت لسه لا 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 وطريقه بشكل مش معقول. هي كده هي كده. لا عمر يلا حلوه الحطه دي. طوفان هجمات من فريق اليماني على مرمى فريق احمد الكاس، مهاره كبيره من رجل الشوط الثاني احمد عزت البديل الساحر، بسوء توقع من عبد الرحمن سعد، تعدي الكوره من تحت رجله توصل لعمر هاني اللي بيسدد، لكن الحارس يتالق. الهجمه بتكمل بكوره يحط عادل الشافعي رجليه فيها علشان يسجل الهدف الثاني لفريق شحته. لما حصل الهدف بصراحه حسيت بفرحه يعني كبيره جدا، لان ريمونتادا انك ترجع للتعادل وبعد كده تفوز، يعني موضوع حلو قوي قوي يعني، والاداء كمان كان كويس الشوط الثاني، فدي حاجه فرحتني اكتر يعني. مرة تانية التقدم 2-1، غير اليماني النتيجة بأداء لاعبي واستقرار دفاعه والضغط بهجومه. مرة تانية في اليمين، لكن فاول 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 على اياد. هل يا ترى كابتن كاس هيتعادل ونشوف بنالتيات ولا اليماني هيخلص؟ انت يا يوسف، انت قدام يوسف علي، تروح في الشمال، يلم الكرة كويس قوي معاذ ريكو، يلعب الكرة عند علي ولكن يقطع الكرة من قدامه وتبقى رامي التماس. وبالتالي لقاء بفوز فريق اليماني، غيروا النتيجة بطريقة مفيدة. ثري تو وان يماني نمبر وان بره. لا برافو يا اولاد قوي والله، وانا مبسوط قوي من كذا حد كمان انكم بتسمعوا الكلام اللي من بره وبتهدى وما بتستعجلش، لان انت لو استعجلت احنا اتكلمنا بين الشوطين ان هتيجي فرصه واثنين وثلاثه، لو انت فاكر ان كل فرصه هتبقى اخر فرصه ف هتضيعها. وفي تبديل ذهبي النهارده كمان، احمد عزت نزل. لا 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 بادئ اساسي، هو اصلا اساسي، حاطه اساسي. ايه قصته بقى؟ كلمته قال لي يا كابتن تعبان وبرد وكحه مش قادر. اسال يا كابتن على ايه ده بس، مش اسال حد. انت جيت قلت لي انا ايه؟ مش قادر. يبقى انا مش غلطان. طيب دلوقتي بقى في لحظه واحده كده، لحظه واحده كده عشان في حاجه في جيبي هنا. ايه؟ ايوه شاره كليك. الشاره بتاعت النهارده دي بقى ده جمال حمدي، شاره خاصه جدا، لان الشاره دي بتأهل اللاعب ده الى النهائي. طب وصلنا بقى ان شاء الله، يا اما يوصل مع فرقته او يكمل مع الفرقه الثانيه. اسلمك المسؤوليه. توفيق يا جيمي. عايز ثلاث اسامي. ثلاث اسامي؟ لا ما انا مش عارف الاسامي. ماشي مش عارف الارقام بقى. قول لي انت ماشي الارقام. 13 اهو احمد. تعالى يا عم عايز. ده اللي كان عيان. سيد سبعه. ده سيد سبعه. لا سيد ايه؟ لا سيد ايه؟ ايه؟ لا سيد سبعه. ده لعيب تعبان. ايه ده هيجي؟ 18. ايه ده ده؟ لا متهرج لا الثلاثه تاني عشان رد عليه تاني. كابتن جمال حمزه رشح ثلاث لاعبين من فرقه شحته للفوز بشاره كلير الذهبيه، هم احمد عزت، والسيد محمود، ومحمد لؤي.
بعدها قرر ان الاحق بشاركير هو السيد محمود. هنديها لسيد. لعيب عنده مهارة، برجله واسع، عنده سرعة، جسم قوي، بحب النوعية دي من اللعيب. سيد لعب مميز وطريقة لعبه مميزة جدا وبيفنش كويس قوي، بس هو محتاج بس يتوجه أكتر من كده. والله أنا مبسوط جدا إن كابتن جمال حمزة اداني شارت كلير، فرحان جدا إن أنا فرحان طبعا لينا إحنا الكل إن إحنا كسبنا الماتش ده. ومن أفراح الفوز لأحزان الخسارة. نحمد ربنا على كل شيء بغض النظر عن النتيجة، أدينا أنبار كويسة، لكن في ناس يعني ما كانتش على قدر المسؤولية، ما كانتش هنا جاية تلعب لنفسها، ممكن اتنين تلاتة هم اللي كانوا موجودين. هي دي كرة القدم، هي دي. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل كابتن. هارد لك حبيبي، هارد لك يا كاسو حبيبي، ربنا يخليك، مبروك. هارد لك يا كاسو، هارد لك يا حبيبي. وهي دي سنة كرة القدم، حلوها مرها وأخطائها وكل حاجة كابتن جمال. طبعا يعني الموقف بيبقى صعب طبعا في الهزيمة، بس لازم نتعلم منها. يعني زي ما قلنا قبل الماتش، أكيد في أخطاء لازم أتعلم منها، كنت أتمنى طبعا إن احنا نبقى يعني الموقف يبقى أفضل من كده، بس برضو الهزيمة في الكورة واردة، وضع طبيعي إن في فرقة بتكسب وفي فرقة بتخسر، بس برضو الفرقة اللي بتخسر لازم يبقى أنا وأنا حتى وأنا بخسر إن أنا عملت اللي علي. يعني في ناس كانت مقصرة النهاردة في حقها وحق زمايلها وحق فرقتها. طبعاً في ثلاث لعيبة يماني هيجوا لك الفرقة. أول واحد هو حامل الشارة الذهبية، شارة كلير. كلير بس هو عمر. لا بس أنت النهاردة مش كلير. لا النهاردة ده وحش قوي. يعني مع كامل احترامي ليك عمر، بس في لعيبه تانية حق تيجي منك. هو ده يعني كنتش مستني ان انا اروح مع الكابتن يمان. انا كنت بتمنى ان احنا نكسب واحنا ناخد من عندهم ثلاثه، مش نروح ليه. هاخد انا اختار رقم 10. انا كده اختار رقم 10 كابتن جمال حمزه. طيب ابراهيم مين؟ كلير. انت هتلبسه الشارع. تعالى كلير. اختار كابتن اليماني اللاعب ابراهيم محمد كينو علشان يكون معاه في فرقته. عجبني قوي ستايله، يمكن انا ممكن لو دوست عليه شويه ورست عليه شويه اوظفه واخد منه اللي انا عايزه، الحاجه المفيده ليا انا. كابتن يماني اختار ابراهيم. ابراهيم النهارده ما كانش كويس، ابراهيم قبل كده كان هو اللي بيشيل الفرقه، وانا زي ما بقول لحضرتك كده انا كنت هغيره في الشوط الاولاني. الكابتن يماني اختارني واداني الشاره، بس انا برضه كنت زعلان على فرقتي يعني اللي هي طلعت وخرجت. الحمد لله كل حاجه نصيب برضه. جمال اللاعب الثالث اللي هتختاره انت. رقم 8 احرز الهدف، يعني كان عاجبني. ملح الهدية. كابتن جمال حمزة قرر انه يمنح شاركير لعلي محمد. كان بيتحرك كويس. الهدف زي ما قلت لك فيه عناصر كتيرة متوفرة فيه، عنده سرعة. الهدف زي ما قلت عنده فيه دقة، فيه مهارة، فيه سرعة بديهة، فبيعجبني انا اللعيب اللي عنده المواصفات دي. لما الكابتن جمال اداني الشاره كنت فرحان جدا طبعا، بس كنت ملخبط برضك مش عارف افرح ولا ازعل على زمايلي اللي هيمشوا. هارد لك يا كاسو، هارد لك يا شباب، مبروك يا جماعه. ماني طبعا توفيق، مبروك يا حبيبي. ثلاث لاعبين عمر حمدي وابراهيم محمد كينو وعلي محمد هينضموا لفرقه شحته بقياده الكابتن محمد اليماني. وبكده بتنتهي رحله فريق محمود بكر في كابيتانو مصر. حلم الفوز بلقب كابيتانو مصر بيضيع من كابتن احمد الكاس، لكنه اكيد فخور بتقديمه مع فريقه كره قدم مميزه حتى لو غاب عنهم التوفيق في مواقف كتير، وهيفضل حلم كل لاعب مكمل لا يمكن يقف عند لحظات الحزن أو الخسارة. كابيتانو كابيتانو كابيتانو
كابيتانو كابيتانو كابيتانو كابيتانو كابيتانو كابيتانو حلم كبير قدامه حلمه يكون عقيمة ومش هيسيب مكانه دايما يكسب واد لعيب كل ما يسدد كل ما يصيب كل مرة يبقى بشكل جديد كل مرة المستوى بيزيد ها كابتن ها كوتش الفرصة من ايديك ما تفوتش الخطة في الدماغ ما تروحش ركز على الحلم وما تدورش ركز على الكون هتقلب الكون هتولع الدنيا وسع الزون اجري ورا حلمك وعيون تقص حتى لو ضدك 100 مليون ركز على الكون هتقلب الكون هتولع الدنيا وسع الزون اجري ورا حلمك وعيون تقص حتى لو ضدك 100 مليون الملعب هو الحكم ورقم واحد هو الامل والابطال بس اللي بتوصل عالقمة وبتحط العلم كابيتانو 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 حلم كبير قدامه حلمه يكون عقيمة مش هيسيب مكانه دايما يكسب واد لعيب كل ما يسدد كل ما يصيب كل مرة يبقى بشكل جديد كل مرة المستوى بيزيد